تحت الضغط. دكتورة ريهام وملك، ملك ودكتورة ريهام. دكتورة ريهام هتروح تسمع أغنية وترجعي لنا تاني، اتفقنا؟ تفضلي. ملك تعالي مكاني. ملك، عارفة تحت الضغط؟ تتفرج على البرنامج وعارفاه. كم سؤال؟ 10 أسئلة. في كم ثانية؟ 45 ثانية. عايز الإجابات بصوت واضح عشان أعرف أقول صح ولا غلط. تمام. نطمن على دكتورة ريهام. أغنية حلوة؟ سيئة، قالت لي أنا عايز أغنية حلوة. للحاضر بس كده. تحت الضغط كاونتر. ما هي اللغة الرسمية في دولة مالي؟ فرنسية. صح. في أي محافظة مصرية يوجد معبد هابو؟ أسوان. غلط. في أي محيط تقع جزر المالديف؟ الهادي. غلط. ما هي جنسية عالم الفيزياء الشهير ستيفن هوكينج؟ ألماني. غلط. كم عدد الشهور في 5 سنين؟ 60. صح. في أي دولة أسيوية يقع خليج تياما؟ أندونيسيا. غلط. أديب مصري الراحل مؤلف رواية جفة الدموع، فمن هو؟ فاروق جويدة. غلط. من هو الفنان الذي قام بدور الرئيس حربي في مسلسل طايع؟ عبد الرحمن أبو زهرة. غلط. في عهد أي خديوي تم إنشاء؟ تفضلي. معلش معلش، إجابتين. تعالي تعالي هنا. أيوة هنا بالظبط. إجابتين بس، مع إن في أسئلة أنا متأكد إن الإجابات عندك. سليم، عايزين دكتورة ريهام تنضم لينا. هنشوف دكتورة ريهام هتعمل إيه. دكتورة ريهام اتفضلي مكاني. عايزة تعرفي ملك عملت إيه ولا لأ؟ خليها مفاجأة؟ نعم. أنا ملحقتش أقول الأسئلة كلها. أوكي؟ دي المعلومة الوحيدة اللي حواليها. أوكي. جاهزة؟ جاهزة. عايز الإجابات بصوت واضح عشان أعرف أقول صح ولا لأ. علي صوتك يا ماما، علي صوتك. ماشي. اسمعي كلام إنجي. علي صوتك يا ماما. حاضر. تحت الضغط كاونتر. ما هي اللغة الرسمية في دولة مالي؟ فرنسية. صح. في أي محافظة مصرية يوجد معبد هابو؟ أسوان. غلط. في أي محيط تقع جزر المالديف؟ الهادي. غلط. ما هي جنسية عالم الفيزياء الشهير ستيفن هوكينج؟ ألماني. غلط. كم عدد الشهور في 5 سنين؟ 60. صح. في أي دولة أسيوية يقع خليج تياما؟ آسيا. غلط. أديب مصري راحل مؤلف رواية جفة الدموع، فمن هو؟ يوسف سباع. صح. من هو الفنان الذي قام بدور الرئيس حربي في مسلسل طايع؟ عمرو يوسف. غلط. في عهد أي خديوي تم إنشاء؟ فضلي مكان. أقول لك بقى على حاجة غريبة جداً. أنا جاوبت نفس الإجابات. أنتوا جاوبتوا نفس الإجابات الغلط. هي بالظبط. ما أنا متفق معك. لو متفق مع بعض فهم مش تعملوا كده. خلينا نشوف الأسئلة اللي جاوبت غلط. في أي محافظة مصرية يوجد معبد هابو؟ في الأقصر. في أي محيط تقع جزر المالديف؟ الأطلنطي. المحيط الهندي. الهندي والله. جزر المالديف. ما هي جنسية عالم الفيزياء الشهير ستيفن هوكينج؟ كده أمريكي. بريطاني. إنجليزي. في أي دولة آسيوية يقع خليج تياما؟ تياما فين؟ اليابان. إندونيسيا. في اليابان. من هو الفنان الذي قام بدور الرئيس حربي في مسلسل طايع؟ عمرو عبد الجليل. وده أحلى دور عمله في حياته، كان دور عظيم. كم إجابة صح؟ عزبتش. 3 ب15 نقطة، وملك إجابتين ب10 نقط، وهتدي الدكتورة ريهام 10 نقط دي. تفضلوا كلنا حي دكتورة ريهام وملك. ملك الدكتورة ريهام. النتيجة اتغيرت. انجي مبسوطة من ماما دلوقتي. برافو يا ماما وكده. طيب النتيجة كانت كام يا دكتورة ريهام؟ 85. وكم إجابة صح؟ 3 ب15 نقطة و10 نقط دي بقيتوا 110. ملك كنتوا كام؟ كنا 50. 40. بقينا 50. بقيتوا 50. لسه المباراة في رأيي الشخصي في الملعب، بس الفقرة اللي جاية هي في رأيي اللي ممكن تحسم اللقاء إن شاء الله.
اتفقنا؟ عيلة عياد محتاجين نقط الفقرة اللي جاية. ودلوقتي مع الفقرة الخامسة، فقرة ضربات الجزاء.